الخامس لفئة الثنائي القعدان، ونتجه مباشرة لنتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط المنطلق. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول، من يحتل المركز الأول مباشرة رياض لمحمد بن علي بن راشد المري على مقدمة الشوط، ولكن تغيير على رياض من حبشان من خطف مقدمة الشوط في هذه الأثناء لمبارك بن خلف بن خلفان بو حميد المزروعي، انتقل نقلة ممتازة إلى المركز الأول حبشان. المركز الثاني رياض لمحمد بن علي بن راشد بن سالم المري على المركز الثاني، ننتقل إلى المركز الثالث من الجانب الآخر غيث لراشد بن شفيع بن راشد ألف هيدا المري. دور المركز الرابع، رابع المراكز يتواجد فيه سراب لسعيد بن محمد بن سعيد النابت المري على المركز الرابع. دور المركز الخامس، ومن يتقدم إلى المركز الخامس مياس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ومن يسيطر على مقدمة الشوط ما زال حبشان على صدارة الشوط بهذا الشكل الجميل. لمبارك بن خلف بن خلفان بو حميد المزروعي متسيدا زمام الأمور ومسيطرا على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني من غير غيث وانتقل نقلة ممتازة بدوره إلى المركز الثاني، راشد بن شفيع بن راشد آل فهيده المري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث تواجد من الرياض لمحمد بن علي بن راشد بن سالم المري على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مياس أو هنا سراب لسعيد بن محمد بن سعيد النابت على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذا هو مياس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وهناك منافسة ما بين حبشان وما بين غيث، وغيث يتسلل في هذه اللحظات ليخطف المركز الأول. عموما الغيث غير واختطف صدارة الشوط لراشد بن شفيع بن راشد آل فهيدة المري، غير ليخطف المركز الأول. والمركز الأول وأهالي بو نخل أيضا يطالبونك بالسلام يا راشد بن شفيع بن راشد آل فهيدة اللي يضمر غيث ويتابعه. إن فاز غيث في السلام مباشرة إلى أبناء وإلى ساكنين بو نخلة، سهلية بو نخلة في صباح هذا اليوم. المركز الثاني القادم من الإمارات من الغربية حبشان، مبارك بن خلف بن خلفان بو حميد المزروعي أبناء المدينة أيضا يطالبونك بنقطة صباحية من هنا من أرضية ميدان الشحانية. المركز الثالث ومن يتقدم، نشاهد هذه اللقطة الجميلة من مخرجنا أحمد السادة، مخرجنا العزيز وأيضا محمد فيضي، ومخرجنا محمد فيضي شاهدوا هذه اللقطات الجميلة. عموما المركز الثاني يتقدم فيه رياض لمحمد بن علي بن راشد بن سالم المري، خطف المركز الثاني رياض وتقدم ممتاز، بينما حبشان لمبارك بن خلف بن خلفان بو حميد المزروعي على المركز الثالث. والمركز الرابع يتواجد فيه سراب لسعيد بن محمد بن سعيد النابت على المركز الرابع. المركز الخامس مياس وعلي بن راشد بن فهد الخاطر. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. وغيث يمطر عزبة بن شفيع في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات بالناموس، يمطرها بالتهاني بالاتصالات، يمطرونك إن فاز يا راشد بن شفيع بالتهاني وبالنواميس اليوم وفرحة الفوز. المركز الثاني من يتقدم خطير هذا المشارك، خطير رياض على المركز الثاني، تعود ملكية رياض
لمحمد بن علي بن راشد بن سالم المري، هذا هو على المركز الثاني. سراب يتقدم على المركز الثالث. يلا يلا يا الدبلوماسي يلا، شعار الرياني على المركز الثالث. يتقدم هنا سراب لسعيد بن محمد بن سعيد النابت. المركز الرابع كيل وين متر، كيل وين وحبشان على المركز الرابع. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات شغموم او مصيحان لعجيان مصالح بن بريك بن عجيان المجدور على المركز الخامس، ودخول عليه من مياس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. نعود الى المركز الاول وغيث، غيث غيث يا غيث، غيث يا غيث. وهنا على المركز الثاني يتحرك رياض يا رياض، غيث ورياض، غيث ورياض. بدات صيحات المضمرين تعلو، بدأت صيحات المضمرين تعلو في هذا الشوط، بدأ التحرك، بدأ الكلام بالجهاز اللاسلكي، بدأت الأوامر من إخواني المضمرين. المركز الثالث سراب يتحرك، ومياس انطلق، مياس على صعيد المركز الرابع ليخترق حاجز الصوت. مياس مياس علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. المركز الرابع يتقدم ويصل الحاصل لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي على المركز الرابع. المركز الخامس يصل هنا شغموم عبد الهادي بن محمد المشروم. نعود الى مقدمة الشوط، مياس مياس مياس. يلا يلا يا ابو حمد، لابس عقال السبق منكوس، ما دام عندي ولد مياس تو غدا للركض ناموس عني وخازت دورة الراس، يهبني من مطلع كوس، ما دام عندي ولد مياس. هذا هو مياس، هذا هو مياس. بينما غيث، بينما غيث خطير، غيث خطير خطير لراشد بن شفيع. وهنا على المركز الثالث الحاصل، الحاصل لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي. المركز الرابع شغموم وبن مشروم، بينما المركز الخامس اول نداء لهملول بريك بن محمد بن بريك المري. مرحبا بهذا الشعار بن محمد، مرحبا بهذا الشعار، ونتمنى لك التوفيق في المشاركة الاولى لهملول التجهيزية، مشاركة تجهيزية. عموما وعلى كل حال نعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول الحاصل سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي. انتقل نقلة نوعية ونقلة ممتازة الى المركز الاول. المركز الثاني غيث راشد بن شفيع بن راشد الفيدة. المركز الثالث مياس، والرابع هملول. يا هملول يصل هملول، يا سلام. الله الله، انا لو الود ودي بيفوز هملول، لو اتمنى الفوز لهملول، ولكن اتمنى التوفيق للجميع، اتمنى التوفيق للجميع. نعود الى المركز الاول غيث، اهالي سيلية بنخلة اليوم فازوا، اليوم فازوا، اليوم اهالي سيلية بنخلة خلاص خلاص بمهيرة خطير. المركز الثاني هذا هو الحاصل سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي. الحاصل وغيث، وغيث والحاصل، والحاصل وغيث. لمن الفوز؟ الحاصل يحصل على المركز الاول، يخطف المركز الاول. غيث خطير، غيث خطير، بن شفيع خطير. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. الواصل 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 خطف المركز الاول، او الحاصل، الحاصل خطف المركز الاول. تهانينا تهانينا والناموس، تهانينا لأهالي السيلية، تهانينا لأهالي السيلية على هذا الفوز، على فوز الحاصل سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي، يختطف المركز الاول. المركز الثاني غيث راشد بن شفيع بن راشد الف هيدا. المركز الثالث يصل فيه خطام لعلي بن عجيه بن حمد بن صالح العبده. المركز الرابع هملول بريك بن محمد بن بريك المري. المركز الخامس، المركز الخامس يصل وصل فيه عنوان، هو من احتل المركز الخامس، لحمود بن سعيد بن محمد بن حميد العفاري. هذه النتيجة يا أعزائي والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، وهذا هو الحاصل. 9:53 80 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثاني غيث، وتوقيته 9:54 66 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن شفيع بن راشد الف هيدا المري. المركز الثالث، المركز الثالث خطام احتل المركز الثالث 9:56 82 جزء من الثانية. تهانينا لمالك خطام علي بن عجيان بن حمد بن صالح العبده المري.